افتتح محافظ القليوبية أيمن عطية اللقاء التعريفي للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. أكد محافظ القليوبية دعمه الكامل للمبادرة ولتسخير كامل أدوات المحافظة للمتقدمين للمشروعات، مشيرا إلى أن المحافظة طرحت فكرة إنشاء جامعة بنها مركزا لتبني أفكار الشباب والابتكارات الناجحة لتسليط الضوء عليها ولطرحها على كبار المستثمرين ليتبنوها بشكل عملي. مبادرة المشروعات الخضراء والذكية دي مبادرة طبعا يعني جميلة جدا، أكيد بيبقى ليها انعكاس على المجتمع وعلى البيئة بعد كده في ظل التوجه الدولة من فخامة الرئيس بالاهتمام بمبادرة المشروعات الخضراء والاهتمام بالبيئة عامة والحفاظ عليها لأبنائنا في المحافظة. هدف المبادرة هو المساهمة بشكل كبير في قضايا التغير المناخ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة. مبادرة عبارة عن مسابقة، كل الناس بتقدم مبادراتها مشروعاتها مختلفة، تكون مشروع أخضر بنعرف يعني إيه أخضر، يعني بيقلل الانبعاثات، بيجيب طاقة بديلة، طاقة شمس، طاقة رياح، وذكية بيكون بيستخدم نوع من التكنولوجيا حتى لو كان أبليكيشن على التليفون.